طالب محمد الزاهر يتفضل مجهود. أما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بانتناء مبادرة الأردن بعيدون مصوري عليهم، وفي هذا اليوم تتجدد التشارك فيها ما بين مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون وجامعة عجلون الوطنية. هذا الصرح الأكاديمي الذي انطلق قبل حوالي 8 سنوات وربما أقل يفاخر به الدنيا، وهذا الصرح الذي خرج حتى الآن بحدود 8 أفواج اليوم يقف شريكا أساسيا لكل فعاليات المجتمع المحلي ومبادرة عجلون. أترككم الآن مع كلمة ترحيبية للأستاذ رئيس الجامعة الدكتور محمود الرسان، فليتفضل. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين، مع الدكتور محمد المومني راعي الحفل الأكرم، أصحاب العطوفة والسعادة. يطيب لي أن أرحب بكم في بيتكم جامعة عجلون الوطنية، والتي شكلت علامة فارقة في محافظة عجلون الأبيه، فأضافت ألقاً وبعداً ثقافياً لرصيد هذه المحافظة. ابن محافظة عجلون الوطن الضاد معالي الدكتور محمد حسين المومني الأكرم، عطوفة محافظ عجلون سلمان بيك نجادة الذي أحب عجلون بكل تفاصيلها وقدم لنا كل وقته وجهده، ودعنا نلمس على أرض الواقع نتائج جهوده، وخاصة في بعض القضايا العالقة والملفات الصعبة التي كنا نتوقع أنها لن تجد طريقها للحل. أصحاب السعادة والعطوفة، الإخوة والأخوات الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي أن أقف بينكم اليوم لنعلن معا انطلاق مبادرة وطنية أردنية جابت البلاد بطولها وعرضها، كان وسيبقى شعارها أن الأردن يستحق. أغصانها ممتدة في كل الاتجاهات، شمالا وجنوبا، عشقة الأردن أرضا بكل ما فيه من قيم ومقومات، نثرت عبر تصريفها وجمال الوطن حبا وعطاء وإيمانا بأن وطني أكبر وأغلى وأثمن من كل شيء، إنه يستحق منا الكثير. والآن مع عرض لفيلم تعريفي بأعضاء المبادرة. وحيوا أهلها النجوم، هم الأحبة إن غابوا وإن حضروا، هم النكامى نراهم بالعلا. تجل الطيب نكبر كزرعينا فوق أهدابك زيتونا وزعفر، واحملينا أملا مثل صباح العيد أخضر، واكتبي أسماءنا في كفتة حب نشامة، يعشقون الورد لكن يعشقون الأرض أكثر. تستهدف الوصول إلى منصة التواصل في العالم العربي تشجيعا للسياحة محليا ومحليا لهذه المواقع. أستاذ الدكتور رئيس الجامعة، سعادة النائب العزيز الكريم الصديق، أصحاب المعالي جميعا والعطوفة الجالسين، أولا أريد أن أشكر كل القائمين على هذه المبادرة، الشكر لدعوتي لأكون بينكم في هذا اليوم بين أهلي وناسي في عجلون، وأيضا لأكون مشاركا في هذا الجهد الطيب الخير الذي يقوم به ثلة ما
من أبناء محافظة عجلون. اللي بدي أقوله ما يلي: دائما جلالة سيدنا يقول يجب علينا أن ننظر للإيجابيات في وطننا، وقال في خطاب العرش أنه يجب علينا أن نوصف الأردن وأن نرى إنجازات هذا البلد. المصور المبدع سامي فلاح الزعبي. بتكريم راعي حق ولكل فكره تطلع في اي مكان، يعني لازم كلنا كابناء محافظه او ابناء وطن ان ندعم هذه الافكار.